هلا بعد ما نشوف يعني هنشوف يعني تعملوا ايه. طب انا عايزه اقول لك بقى ان انا بحقد جدا على مذيعين الراديو. لا حول ولا قوه حتى والله. على الهم لا اخلو. لا والله هقول لك ليه، بس اسمعني بس. انتوا قاعدين محدش شايفكم، لا بقى بتضطر تاخد بالك، بالذات الستات يعني، بس كمان حتى الرجال، من شعرك، من لبسك، من قعدتك، من طريقه. ممكن تروح بالبيجامه عادي. صح. والناس فاكره كده، الناس فاكره كده. طب انت ما بتعملش كده؟ احنا عندنا على فكره حاجه صعبه جدا، عندنا مشكله صعبه قوي. هي ايه بقى المشكله؟ ان انت بتعملي كل حاجه بصوتك. يعني مثلا في التلفزيون انا ممكن اعمل فيناله، انا اعمل كده خلاص. لا لا لا، مين قال كده؟ لا انا بقول لو انا هقفل اعمل كده بايدي بوشي، هوصل اكتر، بيبقى فيه سهوله لما العين بتشوف. لكن انا مثلا عايز اوصل للمستمع ان انا فرحان وان انا زعلان وان انا صوتي مخنوق وان انا كل ده بالصوت، هو مش شايفني. الواحد بيبقى قاعد هيموت، عارفه هيموت. لازم صوتك ده بتعمل كل حاجه بصوتك، مش بجسمك كله. بس هو دي هي يعني هي دي الصعبه. لكن طبعا عادي ممكن اروح مثلا مش مصرح شعري عادي، المشكله بس انا على طول بصرحه. لا لا باين. شفتي يا جماعه، وحاطط جل وحركات مش كده ولا ايه؟ لا خلاص، انت اثبت وجودك على طول من اول لحظه على الشاشه. اطمن. شكر.